اختتمت في المنطقة الشرقية مبادرة عمار لدعم المواهب من ذوي الإعاقة بعد مرورها بأربع محطات شملت جدة، المدينة المنورة والرياض. بدر الشهري معه التفاصيل. عمار. مبادرة نوعية أطلقها أحد المختصين في شؤون المعاقين، إذ وظف الدكتور عمار بوقس إبداعات المعاقين ومواهبهم في برنامج مسابقات أطلق عليه مبادرة عمار. هذا الموسم سيكون آخر موسم في المملكة العربية السعودية. الموسم الرابع بإذن الله ستقام هذه المسابقة على مستوى دول الخليج العربي ثم إلى العالمية بإذن الله. شفنا مبدعين ومواهب فتحوا عيوننا بشكل غير طبيعي، الواحد سعيد جدا بشوفتها وإنه يتشرف إنه هي موجودة في مجتمعنا. مرت علينا عينات استطاعوا وبجدية وبقوة على تجاوز مرحلة الإعاقة، بل أصبحوا مقدمين على الإبداع. ولم تقتصر المبادرة التي انطلقت منها جمعية الإرادة على مشاركة المعاقين فحسب، بل شملت الأصحاء من أصحاب المبادرات التي من شأنها خدمة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. كنت أعزف مع أخوي، والأغلاط اللي تصير معي يقول لي وش الغلط اللي صار تحديدا بالضبط، وفي يعني في أي نقطة. كتابة قصة الأطفال توعية الأطفال، ضعفتم أو أشخاص الأطفال سليمين، يعني الأطفال ضعفتم حتى يتقبلوا نفسهم ويتقبلوا الطماعة إن يلبسونها. قبل كانت رسوماتي جدا بسيطة يعني، وأحاول إني أرسم التفاصيل على أساس تكون مو جديدة علي مع الأيام، أحاول إني أتحدى نفسي مع كل رسمة فيها تفاصيل أكثر. مبادرة مختلفة لذوي الإعاقة رأت النور في السعودية، وآمال بوصولها للعالمية لمشاركة الأصحاء مواهبهم وإبداعاتهم. بدر الشهري، العربية، الخبر.